بالمقابل إذن التخبط الإسرائيلي يبرز التماسك لدى المقاومة الفلسطينية في الدفاع والتصدي للعدوان وإلحاق الخسائر بالاحتلال في مختلف المحاور. وفي سياق التنسيق بين مختلف فصائلها أتى اجتماع إذن أمناء فصائل المقاومة في العاصمة السورية دمشق لوجه أكثر من رسالة إلى تل أبيب إن لجهة مكان الاجتماع أو حتى المواقف التي أطلقت. أبرز تلك المواقف ما جاء في كلمة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة التي أكد فيها عبر الهاتف أن حرب غزة فرصة لكل المقاتلين في مواجهة المحور الصهيوني. كما برز تأكيد النخالة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يقاتلان في غزة في معركة لم يواجهوا مثلها من قبل، وأن المقاومة هي الخيار الأفضل رغم كل التضحيات والأرواح الطاهرة التي يقدمها الفلسطينيون. بدوره أكد طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في تصريح للميادين عمل الفصائل كلها معا في الميدان تحت إدارة مشتركة، لافتا إلى الاتصال الدائم بقيادة حماس طوال فترة المفاوضات. الفصائل الفلسطينية كلها في غزة موحدة، بل في كل شعبنا الفلسطيني، ولكن إدارة المعركة وقيادة المعركة وتفاوض باسم المجاهدين والمقاومين من أجل تحقيق نتائج هذه المعركة وهذه التضحيات العظيمة التي قدمها شعبنا على مدى 7 أشهر ونحن الآن في الشهر الثامن، كلنا توافقنا على أننا نفوض الإخوة الأعزاء في قيادة الشهيد عز الدين كتابة الشهيد عز الدين قسام في غزة، وأيضا نحن على اتصال دائم ويومي بالإخوة الأعزاء في قيادة حركة حماس طوال فترة التواصل والمفاوضات التي تجري من خلال الوفود العربية وبعض الجهات الدولية. بالتالي المعركة موحدة في الميدان والمعركة موحدة أيضا في المفاوضات. دكتور خالد الصفوري، ما مدى حاجة بايدن فعلا للوصول إلى اتفاق ما أو أن يكون هناك تسوية ووقف العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ وأنت وضعت خلفية مهمة جدا مرتبطة بموضوع الانتخابات، وإلى أي حد الموقف العربي هو موقف مريح ومساعد لتقديم الوقت الذي يريده ربما بنيامين نتنياهو كسبا بحثا عن مكسب أو إنجاز ما؟ الوضع الأمريكي الداخلي وتحديدا الحزب الديمقراطي وضع سيء جدا ولا يحصل عليه، لأنه الصراعات الداخلية تذكر بسنة 1968، وهنالك مقارنات بين الاثنتين. سنة 1968 كان هنالك احتجاجات على حرب فيتنام، وقام الحزب الديمقراطي بعقد مؤتمره الانتخابي في مدينة شيكاغو. السنة مؤتمر الحزب الديمقراطي سيكون في مدينة شيكاغو، وقبل يومين الحزب الديمقراطي اقترحت أن يتم تحويل المؤتمر إلى مؤتمر عن طريق الإنترنت virtual، يعني لا يكون حضور نجيل نتيجة خشيتهم أن يتفجر المؤتمر تماما مثل ما حصل سنة 1968، وكان هناك اشتباكات كبيرة مع كثير من الديمقراطيين مع الشرطة في مدينة شيكاغو. صحيح. قبل أكثر من 50 سنة في أحداث مشابهة، لكن كانت تورط أمريكا في حرب فيتنام، الآن تورط أمريكا مع إسرائيل في حرب غزة. فهذا يعطينا صورة عن الوضع الداخلي ووضع الرئيس الأمريكي الذي هو بحاجة أن تكون الأمور هادئة من أجل أن تمر الأمور بسلام. فهو أنا يعني على الأقل خلال ما سربت الصحافة الأمريكية الأسبوع الماضي تكلم عن 18 مكالمة، يعني كان يترجى أن يتجاوب معه ويساعده من أجل تخفيف العمليات العسكرية. هو لا يهمه وقف كامل للعمليات العسكرية، يريد هدنة لو كانت مؤقتة، على الأقل يكون هنالك هدوء قبل الانتخابات، والوقت يقترب الآن، أمامنا أقل من 6 أشهر لانتخابات الرئاسة الأمريكية، مؤتمر الحزب الديمقراطي بعد شهرين في مدينة شيكاغو. في إشارتك لمؤتمر الحزب الديمقراطي والخوف من سيناريو 68، لأنه في تلك الانتخابات ايضا خسر الديمقراطيين، الامر بهذه يعني فعلا وجاهيه الطرح بالاهميه والاشاره اننا قد نكون امام ظروف وملابسات وسيناريو مشابه بهذا الحجم، يشعر بايدن او الحزب الديمقراطي بالتاثير. لذلك سالت عن مدى الحاجه فعلا او الذهاب لخيارات تجنب مثل هكذا سيناريو او تدفع فعلا لحاجه لاتفاق ما او قدره على تنفيذه. بالتأكيد هنالك مفارقات ومقارنات، لكن هو فرصة بايدن الجيدة هو صراعه مع رئيس كذلك شعبيته سيئة. الرئيس
يعني في استطلاعات الرأي الآن ترامب يسبق بنقطة 47 إلى 46، لكن أنا أتصور أن المحاكمات التي بدأت قبل عدة أيام كذلك ستسيء، وهي تسيء إلى سمعة الرئيس السابق ترامب. وأنا يعني أذكر ذلك لأنه حملة بايدن تراهن على أن سمعة ترامب السيئة ستساعد الرئيس بايدن في أن ينتصر في هذه الانتخابات، وقد يكون ذلك صحيحا. هناك مشكلة أخرى، مشكلة موضوع الإجهاض، وبالتالي كثير من النساء غاضبين على الحزب الجمهوري وعلى فرصة ترامب أن يعود للبيت الأبيض مرة أخرى، لأنه جاء بثلاث حكام ثلاث قضاة في المحكمة العليا الذين أعلنوا أن الإجهاض ليس قانونيا أو ليس دستوريا، ليس مضمون من الدستور الأمريكي. فالحملة الانتخابية لبايدن تتلاعب على هذه الأمور، وأنا متأكد أن هي وراء جزء من هذه المحاكمات ضد الرئيس ترامب من أجل أن تنهكه وتضعف داخليا، والخطة يعني شبه ناجحة، لأنه نام في المحكمة أيضا. بالتأكيد هناك ثلاث قضايا أخرى تنتظر في المحاكم الأمريكية ضد هذا الرئيس، فعلينا نتصور أنه ما يسمى بالسياسة في الولايات المتحدة دريب إفكت، يعني نقطة نقطة، يعني نقطة ماء أنت تعبئ جرة في نقط من الماء، فهي نقط من الفضاء الرئيس السابق ترامب ستضمن انتصار بايدن في النهاية، لكن هو كذلك يريد هدوء في الشارع، لأنه إذا لم يكن هناك اتفاق ديمقراطي على دعمه، الرئيس السابق ترامب خسر ويخسر بشكل مستمر من شعبيته، لديه 33% من أصوات الشارع الأمريكي ستقف معه بغض النظر على ما يقوم به، من غض النظر على ليس لديه أي أخلاق، وكل الاحتيال المالي وكل القضايا الأخلاقية والنسائية والمغامرات التي قام بها سيلتزمون فيه، لن يعتقدون أنه هدية من عند الله. لكن بايدن كذلك لديه مجموعة ملتزمة فيه، لكن هو خسر كثيرا، ولهذا هو يراهن على ويريد ويلح على وقف هذه الحرب من أجل أن يوحد صف الحزب الديمقراطي من أجل ضمان نجاحه. إذا استمرت هذه الحرب ليس هناك ضمانة بكل الضعف الذي لدى الرئيس السابق ترامب، ليس هناك ضمانة أنه سينجح مرة أخرى، لأنه كذلك المعارضة لهذه الحرب تنهش من شعبيته بشكل مستمر، وهناك تراجع مستمر في هذه الشعبية. هنا دكتور ماهر طاهر، إذا لديك أي تعقيب، لكن ما هي الملامح التي يتم العمل عليها لاستراتيجية التفاوضية الجديدة، وكيف توضع مثل هكذا حيثيات لسيما بالنسبة للخيارات الأمريكية ومدى تأثيرها على الإسرائيلي، أو حاجة الأمريكية للتوصل لاتفاق ضمن الرؤية الجديدة لهذه الاستراتيجية؟ ما هي يعني ما هو التوجه في هذه الاستراتيجية الجديدة ربما المرتقبة التفاوضية للمقاومة الفلسطينية؟ هناك الآن تواصل بين الأطراف المقاومة الفلسطينية، تواصل دائم لبحث كيف سندير الأمور في المرحلة القادمة. هناك لقاءات مع الإخوة في حماس ومع الإخوة في حركة الجهاد والقيادة العامة والديمقراطية وكل الفصائل، هناك مشاورات تجري بالنسبة للمرحلة القادمة. استراتيجيتنا كمقاومة فلسطينية تقوم على ثلاثة ركائز. الركيزة الأولى هي الصمود على الأرض وفي الميدان وإيقاع المزيد من الخسائر بصفوف العدو، وتصعيد المقاومة وتصعيد العمليات النوعية ضد الاحتلال، حتى نوصل هذا الاحتلال إلى قناعة بأنك لن تستطيع أن تحقق عسكريا وبالإرهاب وبالنار ما عجزت عن تحقيقه، يعني لن تستطيع أن تحقق سياسيا ما عجزت عن تحقيقه عسكريا. إذن العامل الأول في استراتيجيتنا هي الصمود والمزيد من الصمود. العامل الثاني المهم، سنقول للوسطاء الورقة التي وافقت عليها حركة حماس ووافقت عليها فصائل المقاومة كانت ناتجة عن حوارات طويلة ومفاوضات طويلة دخلت فيها الوسطاء مصر وقطر وأمريكا، وكان مدير CIA أيضا على علم وعلى اطلاع بالنصوص التي تم التوافق عليها، وبناء على ذلك تم الموافقة على هذه الورقة، لكن الكيان الصهيوني رفضها وبدأ يريد يطرح يعني شروط جديدة وأشياء جديدة. سنقول للوسطاء الكرة في ملعبكم، نحن كمقاومة فلسطينية قدمنا المرونة اللازمة
وتصرفنا بمسؤولية، وأنتم كنتم جزء من هذا الاتفاق وصياغته وإلى آخره. ما هو موقفكم سواء كان بالنسبة للوسطاء العرب أو بالنسبة للأمريكان اللي اتضح فعلا أنهم يعني يناورون ويخادعون؟ النقطة الثالثة في الاستراتيجية الفلسطينية أنه لن نقبل بأن نخوض يعني مزيد من المفاوضات وإضاعة الوقت، بمعنى أنهم يريدون كسب المزيد من الوقت تحت ستار أن هناك مفاوضات وبذات الوقت تجري عملية مجازر وحرب إبادة على الأرض وفي الميدان، خاصة بعد اقتحام معبر رفح. وبالتالي المقاومة الفلسطينية على ضوء يعني هذه الركائز الثلاث ستقول وافقنا على هذا المقترح والنصوص موجودة بين أيديكم، على يعني الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي إذا كان هناك جدية فنحن على استعداد لأن نقبل يعني باتفاق، أما إذا كان الأمر يستهدف المزيد من المناورات والمزيد من كسب الوقت فالمقاومة الفلسطينية لن تنجر. كيف سيتم استبيان ذلك دكتور؟ كيف سيتم استبيان مثل هكذا نتائج؟ وما هو هامش الزمن الممنوح؟ سيتم استبيان ذلك، لا سيتم استبيان ذلك بكل وضوح من خلال الوسيط المصري والوسيط القطري اللي كانوا جزء من هذه العملية. سيقال لهم ما هو الموقف الإسرائيلي، نريد أن نفهم ما هو الموقف الإسرائيلي قبل أن ندخل بأي عملية مفاوضات جديدة. وبالتالي دور الوسطاء يعني كما قلت الكرة في ملعبهم، هل هناك شيء جدي بالنسبة للموقف الإسرائيلي؟ وعلى ضوء ذلك المقاومة ستقرر موقفها. والهامش الزمني مرة أخرى نعود للتفاوض، كم الهامش الزمني الممكن أن يكون ممنوع؟ الهامش الزمني هذا صعب تحديده يعني بشكل دقيق، طالما أن المعركة على الأرض وفي الميدان قائمة والصمود مستمر لا نستطيع أن نحدد يعني سقف زمني. المعركة قائمة، المواجهة قائمة ومحتدمة، نقاتل هذا العدو ونتصدى لهذا العدو، ولدينا قناعة أنه من خلال المقاومة والصمود والخسائر التي سنوقعها بصفوف العدو ومن خلال الحرج الذي يزداد على الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية وتحرك الجامعات واحتمال انتقال هذا التحرك إلى الشوارع الأمريكية وتصاعد التحركات في أوروبا وتصاعد فعل حركة قوى المقاومة ومحور المقاومة سواء أنصار الله أو حزب الله أو العراق، كل هذا سوف يلعب دور بإرغام الاحتلال على إعادة النظر بمواقفه، وأيضا إرغام الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تشعر فعلا بحرج شديد، وخاصة أن الانتخابات الأمريكية تقترب. وبالتالي عامل الزمن بالنسبة لنا، نحن نرى أن الأمور يوما بعد يوم هناك تحولات بالرأي العام العالمي ومفاجآت لصالح القضية الفلسطينية نتيجة هذا الصمود الفلسطيني الأسطوري. وبالتالي عامل الوقت من الواضح أنه ليس لمصلحة نتنياهو الذي يزداد مأزقه الداخلي ويزداد مأزقه الخارجي، وتتفاقم الصراعات داخل الحكومة الصهيونية وتزداد الاستقالات. اسمح لنا نستعرض حول هذه مسؤول الشؤون مسؤول رسمي الشؤون الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي. وبالتالي هناك إرباك حقيقي داخل الكيان الصهيوني نفسه. سنعرض لي يعني هذا الواقع في داخل الإسرائيلي دكتور ماهر الطارد والدكتور خالد صفوري ومشاهدينا. إذا موجة كما قال دكتور ماهر الطاهر، موجة من الاستقالات في صفوف القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية تأتي لتترجم التخبط السياسي وتصاعد الخلافات داخل إسرائيل على خلفية الفشل العسكري في قطاع غزة. غياب الرؤية والحسم في شمال قطاع غزة وفي جنوبه دفع المسؤول عن رسم الشؤون الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي يورام حامو إلى تقديم استقالته، وذلك بعد يومين فقط من استقالة موشي أفافيف رئيس المنظومة الدعائية لإسرائيل بعد أشهر فقط
من تعيينه. استقالات تحشر نتنياهو في الزاوية، لأنه الوحيد الذي يرفض حتى الآن تحمل أي مسؤولية عن الإخفاق في غزة، فيما تجلت الخلافات أيضا في توجيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتزي هليفي انتقادات حادة لنتنياهو بسبب تطورات مسار الحرب في غزة. الغضب داخل الجيش من نتنياهو يدفع ثمنه ضباط وجنود بحسب محللين إسرائيليين. في هذا السياق أفيد عن إصابة نائب مراقب المؤسسة الأمنية والعسكرية بجروح في قطاع غزة، فيما تحدثت هآرت عن انتحار 10 ضباط وجنود منذ 7 أكتوبر. الإحباط الإسرائيلي يترجم في فشل الاحتلال في تحقيق أي من أهدافه، فوفق نيويورك تايمز أصبح بقاء يحيى سنوار رمزا لفشل الحرب الإسرائيلية بعد مرور 7 أشهر. تخبط الإسرائيليين عكس أيضا على المواقف المتباينة للإدارة الأمريكية، ففي الوقت الذي يعارض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى حد ما الإبادة الكاملة لغزة، يبدي بريت ماكيرك مستشار الرئيس بايدن تعاطفا أكثر مع طموحات إسرائيل لإبادة سكان غزة بالكامل، فيما يبدو مستشار الأمن القومي جاك سوليفان وكأنه يقف في مكان ما في الوسط وفق ما جاء في نيويورك تايمز. بعد النقطة أسألك دكتور خالد الصفوري، بالعودة إليكما ضيفينا. دكتور صفوري، ما مدى فعلا حالة الانقسام أو التباين داخل الإدارة الأمريكية من الموقف من هذا العدوان الإسرائيلي، ومدى تأثير ذلك على الرؤية الأمريكية؟ لا شك هنالك عدم رضا، وهنالك عدة تقارير أنه على الأقل 80 موظف وزارة الخارجية الأمريكية وجهوا رسالة لوزير الخارجية يحتجوا على الأداء الولايات المتحدة ويذكروا أنه أمريكا مسؤولة أخلاقيا على ما يحصل وأنها تدعم إسرائيل دعم الغير محدود. هنالك 20 محامي من الذين يعملوا في إدارة بايدن وعملوا سابقا في إدارة أوباما وجهوا رسالة للرئيس قالوا أنه أمريكا تتحمل مسؤولية قانونية ويمكن مقاضاتها على إعطاء أسلحة دمار شامل لإسرائيل، أسلحة قتل، وأنه جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل أمريكا مسؤولة مع إسرائيل عن هذه جرائم الحرب، وعلى الجهتين يتم محاسبتهم في محكمة جرائم الحرب الدولية. كل هذا يأتي من داخل الإدارة وكله يتم تسريبه بطريقة متعمدة. هناك موظفين يعملون داخل الإدارة وغير راضين على هذا الأداء. أنا شخصيا لا أوافق كثيرا على التفصيل نيويورك تايمز أنه مساعدي الرئيس يختلفون في الرأي. أعتقد متجانسين، يعني وزير الخارجية ورئيس مجلس الأمن القومي يعملوا مع رئيس أمريكي منذ 26 سنة عندما كان عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، كانوا مساعدينه يعملون في لجنة العلاقات الخارجية، وعندما كان نائبا للرئيس أجاب بهم إلى مكتبه وعملوا مساعدين في شؤون الخارجية لهذا لبايدن عندما كان نائب للرئيس، وهم شبه متطابقين على الأقل رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس أو وزير الخارجية ورئيس مجلس الأمن القومي، رغم أنه سوليفان اسم إيرلندي إلا أن أمه يهودية من شيكاغو وولد هناك في شيكاغو، ونحن نعرف كذلك أن وزير الخارجية الأمريكي هو يهودي وقال أنه يهودي قبل أن يكون أمريكي عندما ذهب لإسرائيل بعد أحداث أكتوبر. بالتالي هذا مجموعة من المتجانسين في الموقف ومن المتعاطفين والمؤيدين لإسرائيل منذ فترة طويلة وليس الآن، وبالتالي ليس هناك تناقضات بينهم، هناك خلافات في بعض التفاصيل وكيف سيكون الموضوع أسهل على إسرائيل. ولا كيف نرى أن ماكيرك مشغول منذ أحداث أكتوبر بمحاولة إدخال السعودية إلى الاتفاق الإبراهيمي، يعني يحاول أن يكافئ نتنياهو الذي يعمل بشكل مستمر على إضعاف الرئيس الأمريكي ويرفض طلبات الرئيس الأمريكي، لكن الرئيس الأمريكي في المقابل يرسل أحد مسؤولينه ماكيرك من أجل الضغط على السعودية لتوقيع عملية سلام مع إسرائيل كمكافأة لإسرائيل على القتل الذي تقوم به. أنا غير متفائل بهذه الإدارة وحتى التركيبة الموجودة داخلها، ولدي أصدقاء من هذه الإدارة باقين هناك أتكلم معهم بشكل مستمر، وبعض المستقلين كذلك أصدقاء لي، وكان هنالك عدم رضا ويتكلموا عن عدم رضا منتشر حتى بين الموظفين اليهود في هذه الإدارة. لكن نحن أيضا أمام معطى يعني مهم جدا، حالة التفكك والانقسام العبودي التي نراها في داخل بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية الإسرائيلية، وصلت لأن سمعنا كلام رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هيرتزي هليفي وجه انتقادات حادة نتنياهو، وتحدث أيضا عن أنه في تضييع لما سمي بالإنجازات العملياتية التي حققها الجيش في قطاع غزة، وبأنه عدم
تقديرات الجيش بأنه عدم الذهاب إلى اتفاق ما هذا يقود كل النتائج التي حققها الجيش بين قوسين كما يقول هليفي. مثل هكذا معطى مع الاستقالات ألا يؤثر أيضا في طريقة الطرح أو أدوات الضغط الأمريكية طالما الأصوات تأتي من داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية لضرورة الذهاب إلى اتفاق ليس فقط لوقف الحرب في غزة وحتى مع بقاء السنوار ولتهدئة أيضا جبهة الشمال؟ لا شك هو المشكلة أنه هذه الإدارة غير مستعدة أن تدخل في مجابهة، وعندما قام الرئيس قبل عدة أيام قال أو تم تسريب أنه أوقف بعض الأسلحة وقال في مقابلة مع محطة أعتقد الام بي سي أنه هو فعلا أوقف هذه لأنه إسرائيل قامت بقتل المدنيين باستعمال الأسلحة الأمريكية، شن الجمهوريين هجوم شديد عليه. بالأمس صحيفة نيويورك تايمز ذكرت الجمهوريين أنه رئيس جمهوري سنة 1982 رونالد ريغان أوقف الأسلحة لإسرائيل خلال اجتياح لبنان لأنه إسرائيل استعملت الأسلحة بطريقة مشابهة لأن تقوم به في غزة. إسرائيل لديها تاريخ في قتل المدنيين وكل سياستها هو أن تقوم بقتل أكبر عدد وتوقع أكبر عدد من المدنيين في عملية القصف باستخدام أسلحة أصلا هي مصممة للاستخدام للمواقع العسكرية وليس المواقع المدنية، وهذا ما قاله الرئيس. هذه الأسلحة من أجل أن يتم ضرب مواقع عسكرية فيها، إسرائيل استخدمتها لضرب المنازل والمساكن في لبنان قبل 42 سنة والآن تستخدم نفس الشيء نفس الأسلوب في غزة. الرئيس السابق ريغان كان لديه يعني لا أريد الشجاعة لكن أعرف مصلحة الولايات المتحدة فأوقف هذه الأسلحة وتحدى في ذلك الوقت الرئيس الإسرائيلي بيغن في وقف هذه الأسلحة وهاجمه الرئيس الإسرائيلي في ذلك الوقت. هذا الرئيس يخشى من الله بالإسرائيلي، هو ليس رئيس قوي مثل ما كان الرئيس ريغان قوي ولا يريد أن يدخل مجابهة حتى مع الحزب الجمهوري، لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرتهم في ذلك. هنالك كذلك الجانب الإسرائيلي، هناك قناعة داخل الولايات المتحدة من الجهات العسكرية من إسرائيل لن تستطيع أن تحقق مصير عسكري في غزة أبدا ولو استمرت لسنة أخرى. الاقتصاد الإسرائيلي لا يتحمل حرب طويلة ولا الشعب الإسرائيلي يتحمل حرب طويلة لمدة سنة أخرى، وهذا يكون كارثة سياسية على الرئيس بايدن. في إسرائيل ضمن المؤسسة العسكرية والأمنية هنالك بعض الجهات وصلت لهذه القناعة وتقول أنه من غير الممكن أن نصر أو الحسم العسكري في غزة، ولهذا هنالك خلافات ولهذا هنالك استقالات، والذي يبقي هذه الحكومة مجتمعة أنه إذا انسحب عضو واحد من هذه الحكومة انهارت الحكومة فورا وسيفرض عليهم انتخابات جديدة، وهذا يعني النهاية السياسية لنتنياهو وخروجه من الحكومة إلى السجن لأنه عليه قضايا كذلك سياسية مشابهة للرئيس ترامب. فهناك كثير من الأمور الداخلية في إسرائيل تجبر أطراف الإسرائيلية الغير متناسقة والغير متفاهمة أصلا غير متفقة على نفس الهدف على أن تبقى معا لأنه مصلحة بقائها أو في أن تبقى مع بعضها من في والاستمرار في الحرب. وقوف الحرب غدا يعني انهيار هذه الحكومة الإسرائيلية فورا وانتخابات جديدة. دكتور ماهر الطاهر، فيما ذكرته نيويورك تايمز وتقول بعد مرور 7 أشهر أصبح بقاء السنوار رمزا لفشل الحرب الإسرائيلية، لم يظهر السنوار كقائد قوي الإرادة فحسب بل كمفاوض داهية نجح في إحباط انتصار إسرائيلي في ساحة المعركة بينما يشرك المبعوثين الإسرائيليين على طاولة المفاوضات. متم أسمع تعليقك خصوصا بالنسبة لهذا القائد التاريخي الأممي يحيى السنوار فيما يمثله وما أرساه أيضا فيما يعني طرحته حتى على مستوى نتائج استراتيجية نيويورك تايمز. لا شك أن صمود قطاع غزة وقدرة غزة المحاصرة منذ 18 عام أن تقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية وجيش من أقوى الجيوش يقولون عنه في العالم كله، أن يتم هذا الصمود بهذا الشكل الأسطوري أمر شكل معجزة. وبالمناسبة هذا أمر يعني يدرسوه الآن الأمريكان والصهاينة والعديد من الدول، أنه كيف استطاع هذا الشعب أن يصمد كل هذه الفترة وأن يوقع هذه الخسائر بصفوف القوات المحتلة وأن يهز هيبة هذا الكيان بالعمق. هذا ما كان يمكن أن يتم علميا ومنطقيا بدون توفر قيادة صلبة، قيادة شجاعة، قيادة
قد أعدت الأمور بشكل جيد جدا لخوض هذه المعركة. وبالتالي فعلا يعني يحيى السنوار المناضل الكبير وقادة فصائل المقاومة وقادة القسام وقادة كل الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة أدت دور مبدع في عملية المواجهة التاريخية التي حصلت والتي سيكون لها نتائج عميقة واستراتيجية على كل المستويات في المرحلة القادمة. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية أريد أن أشير إلى نقطة بأن هذا الحراك الشعبي الأمريكي في الجامعات مرتبط بالجانب يعني تأييد القضية الفلسطينية، وهذا تحول كبير وسيكون له نتائج عميقة في المرحلة القادمة. لكن أريد أن أشير لنقطة أن طبيعة النظام الأمريكي والنظام الرأسمالي يعيش تناقضات حادة ويشن حروب في مختلف أنحاء العالم. بات المواطن الأمريكي والمواطن في أوروبا الغربية وفي هذه الأنظمة الرأسمالية المتوحشة، بات هذا المواطن يدرك بأن أنظمته هي أنظمة استغلال وتوحش وافتعال حروب في العالم كله. وبالتالي هذا الحراك الشعبي داخل الولايات المتحدة له أبعاد عميقة لا تتعلق فقط بتأييد كفاح الشعب الفلسطيني عندما أدرك هذا الشباب الأمريكي والشباب الأوروبي زيف الدعاية الصهيونية، أيضا له أبعاد تتعلق بواقع هذه المجتمعات التي تقود نحو الحروب ونحو الإرهاب في العالم كله. طيب دكتور ماهر الطاهر، ولو بشكل سريع، لأنه في نقطة قلتها في بداية حديثك حول اجتماع الأمناء العامين، قلت بأننا مقبلون على مرحلة جديدة تنطوي على عمليات نوعية، لأنه تحدثنا على القائد يحيى السنوار وباقي قيادة القسام، هل يعني أننا أمام مرحلة جديدة في الميدان؟ أي ملامح لها؟ ما المقصود بأننا أمام مرحلة جديدة بعمليات نوعية؟ بشكل سريع لطفاً، الوقت انتهى. طالما أننا أمام واقع أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يرفضون ويتنكرون للحقوق الفلسطينية بشكل كامل، ما في دولة فلسطينية، ما في استقلال فلسطيني، يريدون سحق المقاومة، يريدون تصفية القضية الفلسطينية، إذن ماذا يبقى أمامنا من خيارات كشعب فلسطيني إلا أن نطور من عملنا وإدائنا ومقاومتنا باتجاه عمليات نوعية في عموم الأرض الفلسطينية وفي إشعال الوضع في الضفة الفلسطينية وفي الأراضي المحتلة عام 48 وتصعيد العمليات في قطاع غزة؟ ما في أمامنا خيار كشعب فلسطيني إلا هذا الخيار، وبالتالي المقاومة الفلسطينية ستسير بهذا الاتجاه وسيبرهن الشعب الفلسطيني للعالم أجمع بأنه لا يمكن بما في ذلك 48، وسنبرهن للعالم أجمع أننا لا يمكن أن ننكسر. سموتريتش يقول نريد حسم الأمور، ونحن نقول لهم أيضا نريد حسم الأمور، وسوف نواصل هذه المواجهة وسنعمق هذه المواجهة باتجاه طردكم من أرضنا وبلادنا مهما كانت النتائج ومهما كانت التحدي.